هذه التشكيله ديال الفتح افسي محمد افسي ورجع بن هاشم قرناص الهجهوج الزرهوني فريمو الفتح عنده تشكيله عنده دراري مزيانين وبن هاشم ودرمو المدرب السابق ديال المحمديه هو اللي كان العام اللي فات شاد المحمديه قبل من فاخر وروكي ان شاء الله يكون ماتش زوين التيران ديال المحمديه من احسن التيرانات كيعجبني هذا التيران ديال المحمديه دابا راه قادو شويه قبل كان واخا قبل كان صغير كان كيعجبني متوفرة لمتابعة قمة كروية جميلة هنا في المحمدية هنا في ملعب البشير أجواء جميلة وطقس جميل الجو ديما واعر في المحمدية أحسن المدن المغربية المحمدية